صحيح ان المشي يريح الاعصاب، لكن الكلام يريح اكثر. استريح استريح استاذ عادل، استريح وانا اقول لك كلام يريحك من كل المتاعب اللي انت فيها. استريح 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 استريح. يا كره اللي يرفضون شعارات ولا يطبقونها، لا تبوق وهو اكبر حرامي وكذاب ونصاب، لا تجذب وهو كذاب ماكو مثله بالعالم، يجذب على مديره وعلى زوجته وعلى رئيس قسم البداله في الشركه. يعني انت الحين عرفت كل شيء وتسوي روحك حامي حمل الفضيلة والشرف والأمانة وبتقول كل الأسرار. فاعيل شو بتسوي؟ الحقيقة اللي أنا محيرني وشاغل بالي وايد يا عادل، عفوا أقول لك عادل، ترى كل واحد من غير الساعة احنا صرنا ربع الحين، اللي محيرني وشاغل بالي وأفكر دايما ليش أنت تزوجت واحدة ثانية ويبت شريكة حق بنت المدير. ظروف يا أستاذ مناور، ظروف. أنا فعلا تزوجت بنت المدير من سنتين مثل ما قلت، لكن ما الله رزقنا عيال، قلت أتزوج واحدة ثانية يمكن يبوا أولاد. ما يبتوا أولاد يبوا بنات. ما عليه، جاتني النكدة وأنا قدرت أكذبها. ألو نعم. أي نعم موجود عندي. حاضر حاضر. هذا واحد اسمه حمد يبيك. قلت له بيك على طول، وأنا هم بعد عندي اجتماع مع المدير. أي خير إن شاء الله، ما في مشكلة. عقب الدوام نلتقي أنا وياك في المطعم وهناك نتغدى ونتكلم على راحتنا. اسمح لي ماني فاضي اليوم. بس أنا فاضي فيعني واسمع كلامي، عقب الدوام في المطعم تغدى وأقول لك كلام يريح بالك من كل المشاكل اللي أنت فيها. باي، سلم لي على المدير وقول له مناور يسلم عليك.